ستي هذا بيساعد على نمو الاقتصاد من جلب متحدثين أو مستثمرين من الخارج للأردن لاستكشاف الاستثمارات أو بالقطاع التكنولوجيا المالية. صار في شركة تنظيم سوفكس، صار في عندنا عدة قطاعات، بعدة قطاعات بنشتغل اليوم، نشتغل بتكنولوجيا السايبر سيكيورتي والأمن السبراني الخاصة بالأمور الدفاعية، وعندك كمان اليوم القطاع المالي. تأثيرها دائما على الاقتصاد الوطني هي خلق الفرص للشركات الناشئة والرائدة، زائد الأفكار الجديدة الموجودة والاستثمارات اللي ممكن تكون موجودة بالأردن.